قد ايه. بجد الكلام ده من قلبك؟ من جوه جوه حواري قلبي، اصل انا بحب العربيه دي قوي. وانا كمان بحبك. انا عند رضا في الورشه شويه وهخلص واكلمك. باي. تاني كنت بتقول حاجه يا رضا؟ لا بقول لك، عرفان بيقول لك روح امسك اللمبه. حاضر. العربية اتظبطت ظابطة زي الفل يا قمر بيطل. تسلم ايدك يا عم عرفان. لا خليه عرفان حياه، احنا بقينا الريليشن شيب. خلاص عرفان. او صحيح شفت صورتك اللي على الفيسبوك امبارح. صورة ايه؟ صورة النساسة الكيني طبعا. بس بقول لك ايه، دمها خفيف قوي ولايقة عليك. ما انا قلت له كده. ايوه صح. وقلت له والله حيوان زي اي حيوان. يا رضا. آه يا رضا. ايوه يا امه. يا رضا. ايوه يا امه. ارهقتني ذهنيا. مالك يا دناي متدلدل كده ليه؟ نور شافت الصوره. صوره ايه؟ صوره النسناس. طب ما تشوفها. هو يعني اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ لا خلق غيرها، بس انا بحبها يا امه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه يا امه، هروح بيت جدي اقعد كده اشوف الدنيا فيها ايه وربنا يسهل. تقلقش عليا يا امه. ماشي يا دناي، روح بيت جدك. كان روح ابوك ترفرف عليك تنسيك همومك. ما روح ابويا دي هي اللي جايبه لك كافيه. قولها لي في وشي يا امه، ما تتكسفيش مني، ان نور مش هتبص لي يا امه. ليه يا دنايا؟ ده انت زي الفل. لا مش زي الفل يا امه، انا وحش وانت عارفه يا امه. عمر الحب يا حبيبي ما كان بالشكل. امال بايه يا امه؟ بالقلب يا رضا، بالقلب الطيب يا دنايا. يعني انت يا ماما بتحبيني؟ امال ايه؟ ده القرد في عين امه غزال. ربنا يسامحك. هو المهم القلب زي ما امي قالت لي؟ الشكل برضو مهم. الله يكون في عونك. شكل انا عجيب. اللي مجنني انا ما طلعتش شبه امي ليه؟ حلوه عينيها خضر، ما طلعتش ليه شبه جدي؟ ده كان شكله اجنبي رحمه الله عليه. أنا؟ لا أنت مش بتشاور عليا، أصل أنت موجود هنا من زمان وأنا ما كنتش واقف هنا. أنت بتشاور على إيه؟ أنا عايز أعرف. أنا؟ كده؟ إيه؟ سترة؟ ولا الشباك؟ هنا؟ ايه ده؟ بتشاور على ايه؟ على الكونوكينو؟ بس الكونوكينو ما فيهوش حاجة، ماله الكونوكينو؟ جوه الكونوكينو؟ جواه؟ شكمجية أكيد فيها دهب. إيه ده؟ المنبه المعفن ده؟ إيه ده الورقة؟ حك المنبه حكتين يرجع بيك الزمن لعقرب السنين. أي كلام فاضي. إيه ده؟ حك المنبه حكيتين. وات وات وات. لا لا ايه ده؟
مزعور قوي. هي الاوضه بقت نظيفه كده ليه؟ روح ابويا وروح جدي جم نضفوا لي الاوضه عشان ما اقعدش في العفونات. الصوت ده. روح ابويا وروح جدي شقتي الروح موزه. ما اطلع اشوفها. 35 قلت ما بدهاش بقى. صح، يبقى كده البوسه تقف بكام؟ يعني البوسه يا لهوي دي غاليه قوي، هو حصل ايه في الدنيا ولعت كده ليه؟ ما تجيب بوسه بقى. بوسه كده في الصلاه عين عينك. ما تقوم ترقصينا شويه. راجل اتلم ده انا حامل في التاسع. انت كنت بترقصي وانت حامل فيا؟ هتاري شخصيتي طلعت مهزوزه. قوم البس بقى وانسى. انا هنزل دلوقتي اروح الورشه، بس لما ارجع هترقصيني. ده انت مصر بقى. يلا يلا سلام. فاكر يا كيتي؟ سحنوس انا جبت كل حاجه. نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ خينا جدي. يا لهوي يا نهار اسود، اعملها دلوقتي يا كيتي. هتستخبى طبعا، تعالى استخبى. خينا انزل على طول كده. امي عارفه بتتكلم مع مين يا كيتي؟ ده بتاع العيش. انا هطلع افضحهم. مسروع على ايه؟ كركم البلا. عاش خاين ومات كلب. طول عمرك حمار. حمار زي ابوه. احترم نفسك يا عرفان. امال كنت عايز اعمل لك ايه يعني بعد ما مسكتك انت وامي في الشقه؟ انزل اجيب لكم قزازتين بيره. انا طول عمري صدقتي بامك، عامله زي ما تكون كده جيرل فريند بتاعتي. ما هو كلامك ده اللي مشككني فيك. انت شكلك اتجننت. ما انت لسه قايل لي بلسانك اللي انا قلته لك ده حصل، يبقى انا عرفت منين؟ ما هو ده اللي مجننك. بس والله العظيم والله العظيم مش زي ما انت فاهم. يبقى موضوع منبه جدي ده حقيقي ومش خيال. ما بلاش جو الفانوس السحر اللي انت عايش فيه ده. بص انا مش هحلك يا عرفان الا لما تقول لي ايه نهايه موضوع امي ده. انت مش بتقول ان المنبه ده يقدر يرجع الزمن لورا؟ مظبوط. ولو عملها مره يعملها التانيه. يبقى احنا لا مؤاخذه نروح بربطه المعلم كده نجيب نهايه الموضوع ده ايه، وبالمره برضه ندور على الفانوس السحري، المصباح السحري، الحاجات القديمه بتاعت زمان الجميله ديت. بص يا رضا، الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صحيح وجدك كاتبه في الورق، بس الراجل ده كان على اخر ايامه كبر وخرف وكان بيتبول تبول لا ارادي، فممكن يكون قال في الورق ده وهو بيتبول تبول لا ارادي. اخرس، انا جدي اشرف وانضف منك. متناجل على رأي المثل، الميه تكذب الغطاس. انا وانت نخطف رجلين عبر الزمن نشوف الحقيقه ايه ونرجع على طول. تروح انت لوحدك، انا راجل كبير وعندي الضغط وممكن اتعب منك في الرحله دي. تعال معايا وهجيب لك دواء الضغط. ما ينفعش يا رضا، انت اللي لازم تروح لوحدك عشان تشوف الحكايه كلها من طقطق لسلام عليك. ماشي، انا هروح لوحدي وهسافر وارجع عبر الزمن، بس عارف لو رجعت وما لقيتكش. يا راجل اتنايل. ربنا يسامح. ربنا هيسامحنا كلنا. خلاص بقى ما تقوقش بقى، خلاص امسك المنبه اهو. لا مش همسك. طب ايه، اجيب لك مصاصة؟ لا انا عايز بوزو. بوزو تيه ونيل تيه. امسك المنبه الزفت ده، اظبطه على ربع ساعة زيادة عن الساعة اللي كنت فيها. ها؟ استنى، ما تعملش حاجة. سلام يا رضا. ركوب آلة الزمن صعب قوي. نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ اكيد ايه؟ يا لهوي يا نهار اسود، اعمل انا دلوقتي ياك ايه؟ هتستخبى طبعا، تعالى استخبى. استخبى ورا الكنبه. ماشي انزل على طول كده. بتتكلم مع مين يا كيتي؟ ده بتاع العيش. طب انا هنزل الورشه، عايز اعغم الشارع. عاوزك طيب يا حبيبي.
يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفاصل هيكون عيد ميلاد الليله اسعاد الاعياد فليحيى ابو الفاصل حبيب عرفان صاحب صاحبك وصغير انت اخويا يا سعد يلا بقى انفخ في الشمعه عشان ناكل الطرطه وننبسط كلنا ايه ده يا سعد اللي انت عملته وهببته ده الله يخرب بيتك انت بتدفع في التورته كلها بقى انت والست حرمك وانا نازل اشوف الورشه اشقر عليها وانت النهارده هاف ا نايس تايم انا كنت متاكد يا مامتي ان انت شريفه ونضيفه وعم عرفان مش كلب ولا حاجه يا رضا يا رضا ما ينفعش تلعب في الماضي ده الكلام اللي قاله جدك في الورق اللي لقيناه جنب المنبه اللي انت بتفكر فيه ده جنان انا قلبت الموضوع في دماغي ولقيت ان الطريقه اللي بقولك عليها دي انسب طريقه ان انا ارتبط بنور انت عبيط يا ابني ما نور قدامك ما تروح تكلمها بالوش ده على اساس اللي انت من كام سنه ورا كنت احمد عز مش بالوشوش بالقلوب امي قالت لي كده وانا قلبي طيب وعلى فكره امي بتحبني ما القرد في عينهم وغزال ما هي قالت لي كده برضه ايه ده وربنا يا عم عرفان لو ما جيت معايا وسمعت كلامي لاشرب زيت باكم وموت نفسي زيت باكم اللي هو ايه اللي هو كده لا بلاش ده بلاش ده غالي وما بنعرفش نجيبه اهدى بس كده وصلي على النبي وقول لي في دماغك ايه ولا حاجه هتيجي معايا اجي معاك فين عبر الزمن زمن ايه والورشه سيبها لمين ناصر ناصر لا ايوه رضا موتورز اطلع ده ناصر ايه قفلت الورشه قد ايوه خدوني معاكم اتفسح ايه شغل خدوني معاكم لاركب تاكسي ده لا ما هو مش هينفع ناخدك معانا يا ناصر انا وعمك عرفان رايحين مشوار صغير كده عبر الزمن وراجعين تاني اه ادام في عم عرفان يبقى فيها حريم رايحين فين يا لقمه ندعك الفانوس فانوس ايه اللي هتدعكوه فانوس جده طب ما تاخدوني ادعك معاكم لا لا مؤاخذه خليك انت الفانوس الجاي باذن الله والنبي عم عرفان هدعك بالراحه ماشي يا سيدي هيجي معانا ايه ده ايه ده ده العربيه ما بتدورش يا ناصر والنبي زقه كده ربنا يديك الصحه نزق وماله ادام فيها دعك يبقى لازم نزق في الاول ولعلمك هتدعك اول واحد هاي الزقه متعه كده انطر بقى ماشي اللي يدعك لوحده ازوى 27/5/2011 الساعه 4 العصر التاريخ ده انا مش هقدر انساه 27/5 ده مصر كانت بتلعب الكاميرون انا بتكلم على نور نور ما كانتش بتلعب في الكاميرون مفيش كاميرون اصلا في الحكايه ولا غنى بعد اذنك بقى عرفان بقى نور يوميها كان عندها درس ايامها نور كانت في الثانويه العامه وانا كنت مستنيها بره من غير ما تشوفني طبعا يا رضا بقول لك اخلص الولايه بتستنياني هناك ما حسسني ان انت متجوز هند رستم حرام عليك يا اخي بقى كمل كمل نور دخلت شارع هادي دخلت وراها وقلت بس هي دي اللحظة المناسبة ان انا اعترف لها بحبي حلو الكلام ده لا مش حلو اول ما جيت اقرب منها لقيت في شاب نازل من العربية الشاب ده كان شبه العربية الدوج ريام بالظبط الحلوة ليه رفع حواجبها ومحدش عاجبها طبعا انت سخنت وتدخلت انا سخنت الحقيقه بس ما اتدخلتش محسوبك عطا اللي بيموت في الشعبطه اوعى يلا صحيح الطاري دايما مفتري يعني سبتها لوحدها الشباب يعكسوها ومشيت اصل انا بصراحه خفت اتدخل الشاب اللي عامل زي العربيه الدوج ينفضني ويعلم عليا كنت هتعلى في نظرها قوي لا كنت هسقط في نظرها هنا بقى احنا عايزين نرجع ونصلح اللي حصل ده خطر مش هينفع يا رضا جدك بيقول اهو لو غيرت احداث في الماضي الحاضر هيتغير والاماكن هتتغير وهتختلف الوشوش معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل ما تقلقش يا عم عرفان وان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة استغفر الله العظيم طيب يا سيدي هات المنبه في النص بس خلي بالك اقصى حد لينا ساعة واحدة بس يعني لو ملحقناش نعمل اي حاجة افانا هيقمر عيش يظبط بقى الايام والشهور والسنين تمام حط المنبه في النص